خلينا نتعرف على تفاصيل اكتر. معانا على التليفون الاستاذ محمد عبد البديع، رئيس الاداره المركزيه لاثار مصر العليا. صباح الخير على حضرتك. صباح الفل يا فندم. اهلا وسهلا. خلينا نتعرف بدايه تفاصيل اللي شملت عليها مقبره نفر حطب بالاقصر كاتب امون المعظم، وهي في منطقه النبلاء، يعني المفروض انها تكون في منطقه يعني فيها اثار كتير وفيها المفروض انها مكرمه يعني عن باقي المقابر. هو طبعا مقبرة نفر حطب هي موجودة في إحدى جبانات البر الغربي، المنطقة طبعا بتمتد من دير المدينة جنوبا وحتى دراع أبو الناجة ووادي الملوك شمالا. منطقة الخوخة هي جبانة من ضمن جبانات البر الغربي اللي بتحتوي على آلاف المقابر، وهي طبعا خاصة بالنبلاء أو الأمراء على مر العصور منذ الدولة الحديثة أو الدولة الوسطى وحتى العصر اليوناني الروماني. المقبرة طبعا هي لأحد كبار الموظفين أو كبار الكهنة أو كبار الإداريين اللي موجودين في عصر الأسرة الـ18. المقبرة لها أهمية تاريخية ولها أهمية أثرية ولها أهمية فنية ودينية في العصر القديم. طبعا هي فريدة فعلا من نوعها، زي ما حضرتك قلتوا في الانترو، هي مقبرة فريدة من نوعها، ومقبرة طبعا في الفترة بتاعتها مش موجود مقابر زيها كتير من الفترة او العصر اللي هي اتحفرت فيه او اتعملت فيه. طب يعني شفنا عدد كبير من الصور واللوحات اللي يمكن ما شفناهاش في مقابر تانية، يعني حتى الصحافة لما كتبت قالت إن هي يعني تحف فنية ولوحات جميلة جدا. لو ناخد يعني نبذة عن الجانب الجمالي للمقبرة قبل ما نخش في بعض التفاصيل الأخرى. هي طبعا المناظر مميزة في نوعية الموضوعات اللي تناولتها، وكمان هي مناظر جميلة جدا وفريدة من حيث طريقة التلوين ومن حيث تعدد الالوان فيها. فاحنا مثلا بنلاقي ان المناظر هي مناظر طبعا الحياه اليوميه اللي هي بتبقى معروفه، يعني صاحب المقبره هو كان شغال ايه، او بتحكي عبر لوحات بسيطه تاريخ او السي في بتاع صاحب المقبره، بتحكي برضو بعض الحاجات الدينيه الخاصه بالجنازه ومرور الجنازه من البر الشرقي الى البر الغربي. بنلاقي ان بعض المناظر الدينيه لها اهميه، او المناظر القديمه اللي موجوده في المقبره لها اهميه دينيه، لانها طبعا جايه من عصر الملك اي، وهو تقريبا من اواخر عصر الاسره الـ18، والملك اي بالذات مهم جدا لانه هو حلقه الوصل بين الملك اخناتون وبين الملك حورمحب اللي جه بعديه، او توت عنخ امون واخناتون وحورمحب اللي جاء بعد الملك اي، لانه الملك اي طبعا كان لعب دور كبير جدا في الديانه المصريه القديمه والتاريخ المصري القديم، لانه عاصر فترتين طبعا مهمين، هي في عصر الثوره الدينيه اللي قام بيها اخناتون، وبين كمان الفتره بتاعه الاستقرار اللي جت على يد توت عنخ امون، ومن بعده اتمها الملك حور محب القائد طبعا العسكري العظيم. فيبقى الموضوعات مهمة جدا في نوعيتها، وكمان طريقة التلوين. هو كان كاهن أظن الملك أي، كان كاهن، هو طبعا كان هو كان طبعا عسكري في الجيش أولا، وكان كاهن وبيسموه في الحضارة المصرية اللي هو الأب الروحي للفترة ديت، لأنه زي ما قلت لحضرتك هو عاصر فترة أخناتون وما كان بها من ثورة دينية، اللي هو طبعا التحول عن ديانة أمون وعبادة المعبود أتون اللي هو المتمثل في قرص الشمس، ثم برضه هو عاصر الفترة اللي استقرت فيها ورجعت تاني عبادة أمون. وعشان كده بنلاقي انه منصب نفر حطب من عصر الملك آي هي مهم جدا، لأنه كان كاتب لأمون أو لضياع أمون أو الوقف اللي كان موقف له أمون ومعابد أمون. فهو مهم جدا، لأنه طبعا أن نفر حطب يعني بيأكد على عودة عبادة المعبود أمون مرة أخرى بعد الفترة القصيرة اللي المصريين فيها تحولوا إلى ديانة أتون. تاني حاجة عندنا كمان طريقة التلوين، وهي أنه طريقة التلوين كان فيها طبعا هو بيحط الألوان المعينة ولازم ليها مثبت
او وسيط يثبتها على الجدران، هو كمان استعمل الى جانب المثبتات العاديه زي الصمغ وخلافه وبيض وبياض البيض، استخدم كمان اصابع ايديه انه يثبت الالوان، وكان في بعض البقايا اللي موجوده لاصابع الايدين على التثبيت لتثبيت الالوان. دي برضو طريقه مش يعني قليل جدا او نادره جدا لما نشوفها. عندنا طبعا تعدد الالوان ما بين الاسود والابيض والاحمر والاصفر والازرق والاخضر، يعني الوان كتيره جدا والوان مبهجه جدا كشفت عنها اعمال الترميم اللي تمت في المقبره. فهي مهمة جدا في حتة الألوان وحتة موضوعات المناظر كمان وطريقة التلوين. واحد من الحاجات يمكن المميزة كمان أن المقبرة فيها أثار للابن بن نفر والزوجة منشدة أمون ميرت أمون، أعتقد أن الشغل فيها ابتدى من 2013 ولسه منتهي دلوقتي، فترة طويلة جدا استغرقها الترميم والشغل اللي حصل. وطبعا موضوع الترميم بالذات بيبقى موضوع مهم جدا، لانه احنا بنحاول نعيد المقبره لما كانت عليه في القديم، وخاصه طبعا لو فيها الوان بتبقى الشغل فيها دقيق، حتى احنا بنسميه عرفيا في عندنا في الشغل بنسميه ترميم دقيق، يعني جاي من الدقه وجوده العمل يعني. فطبعا الالوان المناظر يعتبر خدت الوقت ده كله، طبعا احنا مرينا بفتره برضو فتره توقف شويه، وبعدين البعثه بيبقى عندها تارجت معين او خطه او بلان معين للترميم، بيبقى فيه ترميم معماري متمثل في بعض الشقوق وبعض الاجزاء الساقطه من الجدران، ده طبعا بيبقى له تعامل معين وتثبيت الاجزاء اللي هي سقطت ديت، وبعد كده بيبقى عندنا اجزاء بنظهر فيها الالوان وبنزيل الاتساخات، وهم طبعا استعملوا صحيح. طريقه الليزر في ازاله الاتساخات يعني بدون الشغل الميكانيكي اللي بنظهر بيه الالوان، لا ده هم اظهروها بالليزر اللي ما اثرش خالص على الجدران او على الالوان. هي البعثه الارجنتينيه فعلا عملت شغل عظيم، وخلينا نقول ان احنا عندنا كنز جديد بيضاف الى كنوزنا في مقابر البر الغربي، ومقبرة جميلة فيها عدد كبير من اللوحات لواحد من أهم الموظفين في دولة الملك آي، اللي هو يعتبر اللي ربى الملك توت عنخ آمون قبل ما تنتهي الأسرة 18، واللي حاول يرمم ما فعله الملك أخناتون في تل العمارنة. شكرا ليك أستاذ محمد عبد البديع، رئيس الإدارة المركزية لآثار مصر العليا.